كل حدا فينا قبل شهر رمضان بيشعر انه اذا قدم اي مساعده لطفل عائله محتاجه انه هذا الشيء كثير مهم بحياتنا وانساني وجبران خاطر للاخر. فكيف اليوم نحن بشهر الخير وشهر العطاء وبشهر الخير اكيد اهل الخير بيزيدوا، واللي نحن دائما يا ليلى متعودين على هذا المجتمع السوري اللي اثبت كثير بعده مواقف وازمات بهي تماماً يا بهي النخوه خلينا نقول تماما. المجتمع السوري غني بفاعلين الخير والتكافل الاجتماعي دائما بكل الأشهر وبكل الأيام. كتير مهم عمل الخير لما شخص بيقدم خير بيقدم مساعدة لشخص محتاج لطفل بيرسم بسمة على وجه طفل أو شخص محتاج، هذا الشيء كتير مهم. فكيف بهذا الشهر الفضيل؟ اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع. بصيرنا نرحب بالآنسة لما بدران المنسقة الإعلامية لفريق رياض الخير التطوعي والمحامية رولان مشوح مديرة الفريق. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتكم. بدايه بنقول لكم يعطيكم الف عافيه لكل شيء عم تشتغلوا عليه. اليوم الفرق السوريه التطوعيه الانسانيه الاجتماعيه اثبتت وجودها على الارض. خلينا نبلش من عندك استاذه ونحكي اليوم عن هذا الفريق الجميل هيك بشكل عام، عرفينا عن حالكم. لا نحن فريق شبابي، يعني فينا عندنا شباب وصبايا من مختلف القطاعات اللي موجوده بالمجتمع السوري. بيصل عددنا تقريبا لشي 60 شخص ونحن موزعين باغلب المحافظات السوريه. عمر الفريق تقريبا هو 5 سنين ونحن اول فريق تسجل على منصه الجمعيات بالشؤون الاجتماعيه والعمل، ونحن بناخذ الشريحه الاولى من العمل اللي هي الخدمات الاجتماعيه وبالاضافه للقطاع الصحي. وطبعا شهر رمضان هو الشهر اللي اكثر الناس بتشتغل فيه بالاعمال الاجتماعيه بالتعاون بالعطاء بالخير. ونحن عم نطلق مبادره بشهر رمضان، نحن نطلقها للسنه الخامسه اللي هي مبادره تحدي الخير. تمام، بدنا نرجع لعندك أنسي لما تحكي لنا شوي عن مبادرة الإفطار، كيف عم بيتم التحضير لها وشو بتتضمن أيضا هي المبادرة؟ أكيد نحن عنا يعني مبادرة الإفطار هي جزء من مجموعة مبادرات نحن بنطلق من قبل ما يبلش شهر رمضان المبارك هذا التحدي، يعني لحتى نبلش تحضيراتنا. نعم. طبعا هو افطار الصائم هو جزء مثل ما قلت لك من 4 أو 5 يعني عمليات او مبادرات نحن بنشتغل فيها. نبلش نطلقها من قبل رمضان يعني المواد العينيه لحتى فريقنا يبلش ينظمه ويفرزه، لحتى نبلش باول يوم مثلا نوزع انه سلاتنا، وعم نبلش بافطارنا يلي هو غالبا بيكون كل سبت لنجهز مطبخنا ومواده لحتى نبلش بتحضير الوجبات وتقديمهم بطريقه لائقه لحتى توصل للناس المستحقة. أكيد اليوم مهمة مانا سهلة، وخاصة نحن عم نقول محافظات سورية، مستوى محافظات سورية، نحن مانا عم نشتغل على مستوى محافظة واحدة. اليوم في رسالة يعني حبيتوا هيك توصلوها، خبرينا عنها أكثر أستاذة. هلا الرسالة هي أول شيء إنه التعاون بيعمل شغل كثير مهم، وبعدين ايد لحالها أكيد ما بتصفق، بس لما بنكون أكثر من حدا متكامل بنشتغل شغل كثير حلو. بالمحافظات السورية نحن انطلقنا بطريقة انه في شباب كمان تعاونوا معنا حبوا الفكرة. كل حدا بيشتغل لو بأجزاء بسيطة، يعني مو كل المبادرات بتطبق بالفريق بنفس الجزئية. يعني ممكن نكون بدي مشرق عم نعمل افطار بحلب بيكونوا عم يوزعوا تمر ومي بالشارع، بجبلة بيكونوا عم يعملوا سلات غذائية. يعني في عنا تفاوت بالمحافظات، لكن عم نحاول نخدم قدر الامكان انه الفريق شغال كل السنة، وبموسم رمضان عم نحاول نشتغل قدر باكبر طاقه ممكنه. طبعا لانه بتعرفي نحن كفريق اولا ما بحق لنا ناخذ تبرع مادي، انما ما بحق لنا ناخذ تبرع عيني، والجهات الراعيه غالبا بتكون بتجترع مؤسسات او جمعيات، وخاصه الناس بتفكر انه الجمعيه عندها وصولات والمؤسسات فبتبقى مصداقيتها بنظر البعض اكبر. ومع ذلك نحن فريقنا بتميز الحمد لله بثقه كثير عاليه مع العالم، متبرعينا من 5 سنين موجودين كل مالهم بيزيدوا، وهي الثقه كثير عم تفيد بصراحه، لانه نحن عندنا عدد عائلات كثير كبير، نحن بنشتغل بطريقه كثير منظمه. يعني نحن عندنا جداول مستفيدين، عندنا عائلات بكل المحافظات عندنا بياناتهم، بنوزع ضمن جداولنا، بنتواصل مع العالم بشكل مباشر. اليوم اذا بدنا نحكي اكثر عن هي المبادرات كمان اللي عم بتقوموا فيها بشهر رمضان وايضا بالعيد والفرق التطوعيه اللي عم تشتغل معكم بهي المبادرات.
اكيد في تعاون من خلال الفرق الثانيه. هو مثل ما تفضلت بالبدايه يعني حديث انه اثبتت هي الفرق المجتمعيه يعني جدارتها خلال هي المبادرات اكثر من اي شيء ثاني. نحن بصراحه ما بنقدر نعتمد يعني بشكل اساسي على غيرنا قد ما بنقدر نعتمد نحن على مجهودنا اللي نحن بارض الواقع بنكون موجودين فيه. ورغم انه كل حدا فينا فيه من مثل ما تفضلت من كافه فئات المجتمع، في عندنا صحفيين، في عندنا محاميين، في عندنا اطباء يعني بالفريق، في عندنا حتى طلاب وحتى اطفال، رغم كل مشاغل الحياه يلي فينا موجودين ويعني تاركين مساحه للعمل التطوعي بحياتنا، ورغم كل الظروف يعني هي من ضمن رسائلنا واهدافنا، رغم كل الظروف ورغم كل المشاغل نحن بنقدر نخلي مساحه للعمل التطوعي لحتى انه ننشر ثقافه التطوع على ارض الواقع، خصوصا بوقت الازمات اللي عم نعيشها. وقد اليوم حلو هذا التنوع بالفريق التطوعي. خلينا ناخذ مثال فريقكم اليوم، عم تقولي اطباء، عم تقولي طلاب جامعه، يعني اليوم يجوز كل حدا فيهم عنده فكر مختلف، عم يضيف لكم فكره، عم يضيف شيء للفريق، ولكن نحن اليوم بدون الدعم والناس اللي حوالينا المجتمعات الاهليه يمكن تكون المهمه كثير صعبه. قد اليوم دعمكم مهم، مين ما بدنا نذكر بالاسامي، يعني خلينا نحكي عن المجتمعات الاهليه والدعم لحضرتكم. على الدعم هو اولا بدايه هو من اعضاء الفريق نفسهم ومن الناس اللي حواليهم كانوا اصدقاء او اهل. للامانه لا، في شركات بتساعد بتدعم لكن بمواسم معينه، لأ برمضان بيبقى حتى هن عليهم ضغط كثير كبير، يعني ممكن بمبادرات ثانيه يكونوا شركاء اساسيين لانه بيساهموا معنا بكثير مبادرات، ان كان وقت كورونا ولا وقت سرطان الثدي، فنحن دائما نتشكر كل الناس اللي بتساعدنا يعني. وبالنسبه لتنوع الفئات العمريه هو شيء كثير حلو، لانه احيانا الطفل الصغير ممكن يقدم فكره بتكون احلى بكثير من حدا ممتهن للقصه. اليوم عم تذكروا انه في اطفال عم بتشارك، قديش حلو انه الاطفال يشاركوا بهي الاعمال التطوعيه ويتعودوا دائما على فعل الخير على هدول القصص. اليوم كجمعيه كفريق، اليوم شو الشروط الشخص لما بده يدخل او يتطوع بهذا الفريق او يكون جزء من هذا الفريق؟ اولا بحد الان بسوريا اصلا ما في قانون تطوع ولا في استماره انتصاب بالمجمل باي جمعيه او مؤسسه، وانما كل جمعيه او مؤسسه حره بانها تختار الفكره. بالنسبه للفرق التطوعيه ما بي عندهم شروط، لانه بيكون شرط واحد هو انه انت تكوني حابه الفكره بحد ذاتها، انك تشتغلي ايد بايد، انك تشتغلي ككل متكامل كمنظومه متكامله من المواطن. واهم شيء لما بنشتغل عمل خيري انه نكون فعلا بنحب الخير، يعني هذا اهم شيء. طيب اليوم نحن بنهاية الشهر الكريم، وأكيد اليوم في تحضيرات لعيد الفطر، هيك خلونا لأن اليوم شو عم تحضروا لنا؟ أكيد نحن كل سنة في عندنا مبادرات ثابتة ومبادرات متغيرة. طبعا السنة الماضية مبادرة العيد كانت يعني عبارة عن فرحة العيد، نحن يعني نزلنا على الشوارع ووزعنا للأطفال هدايا وأمور، يعني حاولنا نرسم فرحة على يعني بقلوبهم. وهي السنة عم نحضر شيء بيشبه هذا الشيء، لكن هاي التحضيرات هلا مقترنة بصراحة ب يعني مدى التبرع يلي ممكن يجينا. بلش يجينا هلا مثلا مجموعة من الملابس، لانه احتمال كثير مجموعات من الملابس انه نوزع ثياب للاطفال، هي لسه ما حكيناها. فهلا ملابس يعني هي الجزء الاكبر منه، وكمان في اكيد اذا تيسر حنعمل بعيد الفطر كمان مثلا ذبيحه. كونك عم تقولي ملابس، نحن اليوم بحاجه لداتا اعماريه للاطفال. اليوم انتم اكيد اليوم خلال تشبيك من خلينا نقول الشؤون الاجتماعيه او محافظه مخاتير الحاره، اليوم عندكم اعمار، اليوم قد ايه بتحاولوا انكم اليوم يعني هي الفرحه تكون حقيقيه، انه توصلوا هي القطعه لهذا الطفل اللي هو عن جد بحاجته بقياسه؟ نحن من انطلاق من السنه الماضيه كنا كثير حريصين على الفكره اللي عم تتفضلي فيها، انه نحن بدنا نميز بهذا الوقت كثير بين الناس اللي بحاجه فعلا وبين الناس اللي اكثر حاجه. في ناس اكثر حاجه كثير، نحن عم نشخص هي الحالات ونتوجه لها بشكل اكبر من اي شيء ثاني. مثلا السنه الماضيه يعني مثال على هذا الموضوع، نحن توجهنا للحدائق العامه، ما رحنا على ساحات العيد يلي فيها، توجهنا على الحدائق العامه يلي فيها اطفال كثير متشردين وهن بحاجه فعلا لانه يوصلون هذا الشيء. تماما، خصوصا بهي الظروف الصعبه اللي عم نعيشها، قديش مهم اليوم ننشر ثقافه التكافل الاجتماعي تكون على اطار اوسع وتكون دائما بكل الاشهر وبكل الايام، دائما هي المساعدات، رسم البسمه على وجوه الاطفال، وخصوصا مثل ما عم تذكر انه بالعيد، يعني يمكن الطفل اكبر فرحه عنده بالعيد هي ثياب العيد. لكن انا بؤمن بشغله كثير بيقولوها اهل اول، انه لما ما بيخلص الخير طول ما الخير بالصم لا تخلص الدنيا، يعني الخير دائما موجود ودائما في ناس كتير
كثير مهمه بتساعد وحب، وفي ناس كثير عندها قيمه العطاء كثير بتهمها، ممكن هي ما عندها فعلا قدره توصيل هذا الشيء للشخص الثاني، بس نحن كفرق او حتى جمعيات او مؤسسات قادرين نشبك بين هدول الجهتين، انه كان المستفيد او حتى المتبرع. في شغله بس بدي احب اضيف على اللي قالته لما بالنسبه لموضوع ثياب العيد، لانه سالتي كيف نحن بننظم، نحن بنعمل طريقه ظريفه يعني يمكن مثل تسوق بالمجان، نحن بنحط الثياب بطريقه نحن بنعرضهم وكل حدا بيشوف الشيء اللي هو بيناسبه وممكن يقيسه ويشوف اذا هو ضبط معه بياخده، يعني عرفتي احنا ما بنلزم حدا بشيء، مو انه هي القطعه نحن جايبينها وبنعطيها، القطعه كلها موجوده وموجوده قدام الكل معروضه، واي حدا بينقي الشيء اللي بحبه، اللون اللي بحبه، الموديل اللي بحبه. وطبعا في دائما حتى نحن دائما الاولاد حريصين انه بتكون في عنا شيء دائما هو موضوع الاكلات الطيبه بتكون مرافقه لموضوع الاولاد، بيكون دائما في هدايا العاب يعني ما بيكون بس شيء ملتزم. وطبعا في مبادره ثابته هي بالنسبه للعيد، هي موضوع حلو العيد، نحن كل سنه بنقدم بليله الوقفه حلو عيد للعائلات المستفيده برياض الخير. أكيد اليوم خطوات جدا مهمة عم تشتغلوا عليها حضرتكم، موفقين بهي المسيرة الإنسانية الخيرة، وإن شاء الله هيك بيكون شهر رمضان كريم على الجميع، ويقدر نقدر من خلاله أنه نحن نقدم لكم من خلال هاي الاستضافة أكيد دعم حتى تقدروا تقدموا شيء للأطفال بعيد الفطر السعيد. شكرا لحضوركم اليوم، موفقين بعملكم، يعطيكم ألف عافية، وأكيد تحياتنا من خلالكم لكل فريق العمل. شكرا كثير لكم ولحضوركم، ودائما هي الجهود تكون دائما فعالة، وأكيد دائما هدول الأطفال اللي عم تعطوهم هدول الحب وهدول الدافع لعمل الخير كتير حلو، يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا بحضرتكم.